زياد الرئاسات في الفترة الأخيرة تحركوا، رئاسات ثلاثة تحركوا، رئاسة الجمهورية تحركت ونجحت في أن تجيب تلقي رئاسة الحكومة، رئاسة البرلمان. بالمناسبة نتمنى الشفاء العاجل للسيد رئيس البرلمان اللي أصيب بالكورونا وأعلن إصابته بالكورونا. علاش توا نتحركوا بعد ما خسرنا تقريبا أكثر من 16,000 تونسي؟ علاش تحركنا اليوم بعد ما فاحت ريحة الموت تقريبا في كل العائلات؟ شوف أنا قلت لك قبيلة المناكفات السياسية فهمتني هي الطامة العظمى فهمتني بتاعنا. للأسف نحن نحكيه ولا عنا نوع فهمتني من الوهم اللي مغلطنا فهمتني في رواحنا، لأن نحن فهمتني في الغرم حشاكم فهمتني حتى مش للكرومة فهمتني حتى لعينينا، وباقي معناها نسردكو وباقي أشياء ذبانة فهمتني ما ثم فهمتني في الدنيا فهمتني كان نحن وثلاثة آلاف سنة حضارة، وقرطاج أول ديمقراطية فهمتني في العالم، واللي يشوف ما يقع في البرلمان نتاعنا يكره الديمقراطية وبو الديمقراطية واللي جاب الديمقراطية. المشكلة أنه ناس تتصارع على المواقع، ناس تحب تسجل المواقف على غيرها، ناس تحب تظهر روحها هي الوحيدة اللي قاعدة تخدم في البلاد وغيرها هو اللي قاعد يعطل، هو اللي قاعد يفسد، هو اللي قاعد ما يعرف في حد شيء، وبالعكس حتى اللي يلقى سبيل باش يعطل فوتي الآخر ما يتواناش، وصار حديث أكثر من مناسبة في الموضوع هذا فهمتي فيه بالذات. باش نرجع لزوز حاجات أخرى اللي فيما يتعلق باتخاذ القرار والمتابعة فهمتي نتاعو. المشهد اللي شفناه في الروبورتاج والنحي الزملاء اللي خرجوا اليوم فك القائلة هذيك راهو العشرة في تاع الصباح يلزم تكون البرة باش تعرف السخانة فهمتي اليوم، البرة باش تشوفك العباد اللي واقفة في الشمس هذيك اش قاعدة تعاني. نحب نذكر قصر المؤتمرات مشالو رئيس الحكومة وعاين نفس الوضعية نتاع الناس اللي هم مكدسين فك الفوضى هذيك قدام بابه وكذا، وسأل القائمين فهمتي غادي قالوا له راهو فما في النقاعات كبيرة موجودة متوفرة فهمتني فارغة في الظل وفي الوحدة كذا. قال علاش ما تدخلوهمش هذوما في الداخل؟ فقالوا لا راهو رئيسة البلدية راهي عطاتنا فهمتني كان هالفضاء فهمتني هذا. قال ما يسالش كلموها مادام الفضاءات الأخرى فهمتني مسكرة قبلوا فيهم الناس، علاش الناس مطيشة هكاك فهمتني لبرا؟ وأنا ما نتصورش أنه رئيسة البلدية السيدة سعاد عبد الرحيم أنه يطلب منها هالطلب هذا فهمتني باش تقول عليه فهمتني لا. إذا المشكلة شنو هو المشكلة؟ ثم نية، ثم معناها دفع فني باتجاه فني معين، لكن لأنه ما ثماش فني متابعة ظلت دار لقمان على حالها. بالنسبة للمسألة نتاع توزيع نتاع التلقيح وخاصة في الأرياف نتاعنا وفي المناطق المعزولة والمناطق البعيدة فني وكذا. غانا ما عندهاش ما هي ما تزعمش أنها عندها 3000 سنة حضارة فني كيفنا، وما تزعمش انها اول ديمقراطيه فهمتي بصراحه حق نجبنيه الفيديو نتاع الطائرات المسيره انها اول ديمقراطيه فهمتي في العالم. وبرشا من مرضى النفوس عندنا يتصوروا نفسهم هم من جنس ارقى من جنس نتاع اخواننا في افريقيا جنوب الصحراء بما فهمتي في غانا. غانا عامل نظام سيتي ياسر، المشكله اساسا في نقل التلقيح هو مساله المحافظه على البروده نتاعهم في درجه فهمتي معينه. دونك هذاك علاش لازم تجمعهم في مراكز باش من بعد تنقلهم وين ما تحتاجهم. عملوا بطريقه الدرون هاك الطيارات الصغيره اللي هي فهمتني هي عباره على لعبه في الدول نتاع اوروبا. نحن كيف يشدوا عندك اللعبه هذه فهمتني يوقفوك وتتعدى فهمتني الحبس. كيف يشدوا عندك اللعبه هذه يوقفوك وتتعدى الحبس. هاللعبه هذه مستغلتها فهمتني غانا يقع شحنها في المراكز في القرى فهمتني البعيده. نحن في تونس في القرى نتاعنا ما عندناش قريه ما فيهاش مستوصف، وبالتالي ما فيهاش اطار شبه طبي فهمتني موجود غادي اللي هو مكون واللي هو عنده الخبره واللي هو عنده فهمتني كذا، ويبعثوا لهم يوما بيوم شنو هي الحاجات نتاعهم، ويمشي الدرون وعلى محيط نتاع 80 كيلومتر يمشي يهزك العبوات فهمتني هذيك ويهز حتى ال 2000 عبوه ويهز يوصلهم فهمتني غادي فهمتني ويهبطهم يلقى شكون يستنى فهمتني فيهم ويقع التلقيح. نحن 3000 سنة حضارة وأول ديمقراطية فهمتي في 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 العالم، ونحن الكفاءات اللي عندنا والمهندسين اللي عندنا والإطارات اللي عندنا اللي غزينا بها فهمتي العالم واللي قاعدة تشارك في البرامج تاع النازا فهمتي في أرقى المؤسسات وحدة، ما عندناش شكون اللي قادر فهمتي باش يجي يضع فهمتي خطة في الاتجاه فهمتي هذايا. وسيدي ما عندناش الذكاء فهمتني كله نشوفوا على الاقل شعون في الدول الاخرى نستفيدوا من تجربتهم. نعم. علاش؟ خاطر كما قلت لك فهمتني من الاول نحن لحد الان ماناش داخلين الحرب هذه فهمتني كحرب باش نجندوها فهمتني كل الامكانيات ونستنفروا لها فهمتني كل الطاقات. هذه فهمتني بالنسبه لنا عمليه باش كل واحد فيها يشكب على الاخر والنتيجه شنو هو؟
التوانسه قاعدين يدفعوا بارواحهم ثمن المنافسه السياسيه دي. نعم.